السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على العروسي. العروسي هذا رغم أنه لم يحظى بثقة المدرب ليفربول كلوب ثقة كاملة، لكن الأرقام والإحصائيات تدعم الجزائري العروسي في ليفربول. هذا اللعاب علاه نقولوا جزائري؟ هذا اللعاب اللي رفض فرنسا، لعاب هو كاين، هو وكاين كاين عوار رفضوا فرنسا، كاين شرقي فانيك رفض فرنسا رغم انه راح دار تربص معهم، لكن دار مشاكل باش يطردوه من الايكيب تاع ايديسات، هذيك تاع ايديسات باش يطردوه، ودار تربص وما يومين طردوه، عدم الانضباط هو دارها بالعاني. هذه باش يكون على بالكم، كاين ثلاثة لعابة هذو ان شاء الله بربي يكونوا في القائمة الجاية ان شاء الله بربي. هذه هي وزاتشي ما يكونش، هما غادي يكونوا وزاتشي ما يكونش، راني نعطيكم في الرسمي. والسيمانة الجاية كاين جديد كبير كبير كبير، كاين صوالح بوبون، كاين صوالح شابين كاع، راني نهضر معكم اليز، تسمع بها تاع اليز، راني نهضر اليز، كاين واحد صوالح يا زغيده ديري لاتاي. كنا نغنو لكم، كنا نقول لكم، كنا نقول لكم بلي راهم جاي وغادي راهم جايين يديروا ديك الاغنيه تاع يا جات العريضه، جات دبروا عليها وين تبات في لوتيل تاع الحراش، وما كاع عرف تسمع غير جات كاع يديروا الاغنيه تاع جات العريضه جات. تروازو حرب ثلاث سنين، غير مونديال، غير مونديال، برومي غير بدات في 1914 وكملت في 1917، تروازو حرب عالمية درتها معكم، نديرها معكم أنايا. ونعاودوا نولوا نتكلموا على الرجال، على الجزائري اللي رفض فرنسا، مثله مثل عوار، مثله مثل شرقي، آية النور ان شاء الله بربي فانيك، وين دعم الذكاء الاصطناعي موقوف، وين موقف الموفق للموهبه الجزائريه الصاعده ياسر العروسي في نادي ليفربول الانجليزي، بعد ان اثبتت عمليه تحاليل بيانات قدرته على فرض نفسه في الفريق الاول، وين انضم صاحب 19 عام للفريق الشاب بنادي ليفربول في 2017 قادم من لوهار الفرنسي، ولكنه لم يظهر مع الفريق الأول سوى في مباراتين فقط هذا الموسم بكأس الاتحاد الإنجليزي. ونصح موقع توتال فوتبول المختص في تحاليل بيانات المواهب الصاعدة، ونصح كلوب المدرب ليفربول بمنح الفرصة الكاملة للموهبة الجزائرية نظر لميزاته الفنية والتكتيكية التي أبرزتها عملية التحاليل والبيانات باستعانة بالذكاء الاصطناعي، وأكدت أن اللاعب الجزائري لديه نزعة هجومية كبيرة تجعل منه قادر على صنع الخطر في مناطق الفرق المنافسة. ويمتاز العروسي وفق لنفس التقرير بقدرته على طلب الكرة بشكل مستمر في منطقة الخصم، مما يجعل منه خطر كبير على المنافس مباشرة، كما كشفت أيضا بأنه يقوم بمراوغات ناجحة بمعدل 6.92 في المباراة الواحدة، وهو رقم عالي جدا ويقترب بمعادلة نجوم كرة القدم العالمية. ويبدو تميز الموهبة الجزائرية من الناحية الهجومية منطقي للغاية، باعتباره بدأ مسيرته الكروية في المركز جناح الأيسر قبل أن يقع تغييره ليصبح يلعب في مركز الظهير، ولم يقتصر تألقه على الجانب الهجومي حيث برز أيضا بقدرته على عدم خسارة الكرة بشكل سريع، وهو العمل المهم للغاية، عنده الاحتفاظ بالكرة. عملية التحاليل بيانات العروسي كشفت أن نسبة نجاحه في التمرير تعتبر جيدة للغاية، وهي 85%،
وفي نسبة تجعله مرشح الآن يصبح أفضل من لعاب في مركزه على المستوى العالم، شريطة حصوله على الفرصة اللعب بشكل مستمر. ورغم إشادة تقرير الذكاء الاصطناعي بالعروسي في هذا الجانب، فإنه الأكيد في المقابل على ضرورة تفاديه تمريرات إلى الخلف والتركيز أكثر على التمريرات الطويلة، كما أوصى التقرير في خاتم تحليل أداء العروسي بضرورة منح الفرص في المستقبل، منحه فرصة في المستقبل باعتباره بشكل استثمار مربح. ويرى التقرير أن تغلب العروسي على بعض النقائص يمر أساسا عبر منحه الفرصة اللعب مع ليفربول باعتباره ما زال يفقد للخبرة المستوى العالي، ولو أنه يتماشى مع فلسفة ليفربول الذي تعتمد في السنوات الأخيرة على الظهير الجانب المميز جدا في الجوانب الدفاعية والهجومية. يعني نقولوا بلي هذا اللعاب عنده خصائص، عنده أنا يلا نكتب لنا نافذك ذبابك ما صار عندنا خير. أنا نبدأ نضحك، أمنوني بالله لا نضحك من نشوف ينوضوا ناس في الفيسبوك ولا في اليوتيوب يبدأوا يهضروا يقول لك يا ودي عندنا خير منهم. يا ودي نع الشيطان راه خويا، هنا كو يديروا لهم ذاك الذكاء الاصطناعي ريجيتي ريجيتي سورتو كو يجيبوا لنا البارادو ريجيتي ريجيتي، ما كاش كاع زعقه والله العظيم. لانه دي فوا تقنط هكا دي فوا، بصح كي نفكروا بلي كاين ربي كلش يحبس، كي تفكر بلي كاين ربي كلش يحبس. هذه هي على هذيك نقولوا بلي اليوم هذا العروسي ناس شاهده، الناس شاهده باللي رفض فرنسا وهما لهنا ذاك الذباب كما قال لك لا دات فيفا خرجونا تاع دات فيفا. يا ودي والاخرين اللي كانوا في طليان واك دايرين القائمه، واحد من طليان واحد من الالمان واحد منا دي فرنسي جابوهم. العروسي ما قالوش باللي غادي، العروسي ما قالوش العروسي ما قالش لي فرنسي قالوا له تاجي، ما قالش لي فرنسي ما قالوش تاجي، شافوه لعب بارتيه مطرقه في كاس الاتحاد الانجليزي الغدوه رسلوا له كاس زعقه. بصح حنايا قالها غابي وصدقوها وصدقوها الجبناء، هدرها غابي وصدقوها الجبناء. عاكتشو قال لي بيجي ما نعطيش درهم، انا بيجي لا كان لا لاسيرونس لا والو، بغا يردها هو داير ولدو زاتي داير ولده يدي الدراهم من عند لي ماناجر هو يتحكم فيهم، الشركه البيرو تاعو تاع لي ماناجر هو يتحكم فيهم، داير واحد مليار يدي جوارا يحطهم. ايو باغي ولاد الناس يجوا في الطياره ويهودوا لافريك في طياره لا لاسيرونس لا والو، هما يدخلوا الدراهم برك 4 ملايين دولار اللي ما بانتش الان، 4 ملايين دولار ما شكون اللي داها، ماناش عارفين شكون اللي داها 4 ملايين دولار والله ماني عارف شكون اللي داها. عاكتشو لعابه ما خلصوش لعابه منا عاكتشو لعابه شكون اللي مدرك مدرك جامع بالماضي لعابه، بصح حتى هي انت بنادم ما تعطيش ما تعطيش ما تعطيش ما تعطيش، بصح وين غادي وين وين تا وين تا. ميسي في الارجنتين ويدي لي بريم تاعو، كريستيانو في البرتغال ويدي لي بريم تاعو، تا وين تا. هذو اللعابه يقعدوا صابرين تا يطردوا عليك. بصح كاين 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 مفاجآت 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 ماشي مفاجآت مفاجأة، كاين مفاجأة السيمانه الجايه ان شاء الله قارعوا لها من الاثنين الثلاثاء الاربعاء ترواجور مفاجأة تاع جات العريضه جات دبروا عليها وين تبات. مليح فهمي الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي يراسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 قطار زاتشي يدي 1000 قطار زاتشي يدي 1000 قطار زاتشي يدي 1000 قطار يدي 1000 قطار في 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 الشايقه في المنطقه اللي تتسمى
الرشا وما الزبوج، الرشا وما الزبوج. الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.